معلومات عن السلاحف. السلام عليكم. ماذا تأكل السلاحف؟ ما المميز في تربية السلاحف المنزلية؟ ما هي أنواع السلاحف؟ وكيف نتعرف عن الذكر من الأنثى؟ كيف نشتريها ونعرف أنها بصحة جيدة؟ للتعرف على المزيد من المعلومات عن السلاحف يمكنكم متابعة هذا الفيديو للنهاية. السلاحف من الكائنات الهادئة ولن تشعر حتى بوجودها، ومن مميزات تربيتها أنها آمنة جدا، فلا يمكن أن تتوقع منها أي أذى، لا عض ولا صوت، كما أنها تتميز بأنها معمرة فقد تعيش أكثر من 100 عام، بالإضافة أنها ليست مكلفة فتأكل من المنزل فلن تكلفك شيء، أكلها متوفر في كل منزل. أنواع السلاحف وأسعارها. يوجد على سطح الأرض أكثر من 350 نوع من السلاحف، منها ما يعيش تحت الماء ومنها ما يعيش في البر، منها كبيرة الحجم ومنها الصغيرة. وأكثر الأنواع الموجودة في مصر هي السلحفاة الزراعية، السلحفاة الصحراوية، وسلحفاة السلكاتا. وتتميز السلحفاء الزراعي والصحراوي بصغر الحجم، أما سلحفاء السلكاتا يكون حجمها أكبر وأغلى في السعر. وتتراوح أسعار السلاحف من 10 دولار و 100 دولار، وهذا الأقل ثمناً. فنفرق بين الذكر والأنثى. يمكننا التفريق بين الذكر والأنثى عن طريق أمرين، إما الذيل وإما الصدف. فالصدف يكون عند الأنثى مسطح وعند الذكر مقعر، ولن يظهر ذلك إلا بعد البلوغ. فالصدف للصغير يكون كله مسطح متساو. أما الفرق الثاني للتمييز بين الذكر والأنثى فهو الذيل. ذيل الذكر أطول وفتحة الشرج أكبر، بعكس الأنثى فذيلها قصير وفتحة الشرج عندها تكون دائرية وصغيرة. ما عن الغذاء؟ فيجب أن يكون الغذاء به نسبة عالية من الألياف ونسبة البروتين قليلة، ولا تأكل البقوليات مثل الفاصوليا والفول، فهي تأكل الخضروات، أوراق الشجر، الخيار، الجزر، وتأكل الفواكه، وتقدم مبشورة قطعا صغيرة للسلاحف الصغيرة، وتقدم كاملة لو كانت السلحفاء كبيرة. ومن المهم التنوع في الخضروات، كما أنه من المهم أيضا أن تتعرض للضوء، ليس شرطا ضوء الشمس، من الممكن ضوء الشقة. رائح عند الشراء. أفضل وقت تشتري فيه السلاحف هو الصيف أو الربيع، ويفضل الابتعاد عن فصل الشتاء. فالسلاحف من الكائنات التي تعيش سباتا شتويا في الشتاء، إذ تمتنع عن الطعام فلن تستطيع حينها أن تعرف إن كانت ممتنعة بسبب المرض أم بسبب السبات الشتوي. إذن إذا اشتريت سلحفاة وامتنعت عن الطعام فقد تكون مريضة أو بسبب السبات الشتوي. كل أمراض السلاحف يكون معها انقطاع عن الأكل. يجب أن ننظر إلى سلامة العين، أن نتأكد من عدم نزول أي إفرازات من الأنف، يجب أن يكون الأنف جافاً، أن نتأكد من الصدف، أن لا يكون عليه لون أحمر أو أصفر أو غير طبيعي، أن نتأكد أنه لا يوجد أي كسور بالصدف. أيضا السلاحف تحب الاستحمام فلا تحرمها من ذلك. نكمل موضوع السلاحف في جزء ثان، فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد، والسلام عليكم. لا تنسى الضغط والإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.